السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ودائما مع افكار رمضان غنشارك معكم خمسه ديال الاطباق اللي غادي نجهزوهم فقط بالخبز ديال التورتيا او الخبز ديال التاكوس. كيف كتشوفوا هادو دي ميني تاكوس بالدجاج، وهذه كاسادية بالكفته، وايضا غنصاوبوا ميني كيش كيف كتشوفوا، وحدين بلي زيبينار وواحدين بالطون. وغادي نصوب واحد تاكوس كبير، حجم كبير، واحد اللفة جديدة. خليكم معي ان شاء الله باش نشارك معكم كل الوصفات. على بركة الله، اول حشوة غادي ناخد سجوك. اللي ما كيعرفوش، هذا السجوك معروف بزاف في تركيا، هو من اللحم ديال البقري، ماشي سوسيس، ولكن الدول العربية معروف بزاف عندهم كيستعملوه، حتى هو كيجي زوين مع البيض. المهم انا خديته في حلقه وقطعته. يمكن لكم ديروه نيشان في يعني في الخبز وتحمروه، او لا في الطوست. انا كنفضل انه يطيب هو الاول، يعني باش ينزل هذيك الدهون ديالو، وعاد باش نديرو وسط الخبز ديالي. دو الطماطم ونقطعوها دوائر هكا. كناخذ الخبز ديال التورتيا ديالي كيف كتشوفوا، كنقسمو من الوسط حتى لتحت، فقط الربع كيف كتشوفوا، ماشي النص كامل. كنضيف الصلصه اللي بغيت، انا ضفت مايونيز والكاتشوب، يمكن لكم تضيفوا ايضا صوص الجيريان. وضعت هنايا السجوك ديالي. بالنسبه للعماره كديروا كما كتشوفوا، كل مثلت كتعمروه باللي بغيتوا، الحشوه اللي بغيتوا نتوما، ماشي بالشرط هادشي اللي درت انايا. وضعت الطماطم في هذيك الثلوث، وهنايا الجبن هو الاخير باش تسد لينا التورتيه ديالنا. كيف كتشوفوا كنبداو من اليمين وكندوروها ساهله مهله، كنوضعها هنا في البريسه. يمكن لكم توضعوها ايضا في المقله هكا وديروا في شويه ديال الزبده، وها هي تحمرات لينا، كتجي زوينه بزاف وفكره هائله للجوع. الا جاكم على غفله بالليل ولا هذا، تنوضوا تصاوبوها دغيا، فما ننصحكمش بهادشي بالليل، ولكن ساهل ولذيذ. ندوزو للحشوه الثانيه. كنوضع شويه ديال الزيت مع البصله مقطعه شرائح طوال، شويه ديال الثومه، وكنضيف الدجاج مقطع حتى هو شرائح طوال، الملح، البزار، وشويه ديال الفلفل الحار. كيف كتعرفوا الاكل المكسيكي يكون حار، اللي ما بغاش ما يديروش. هنا وضعت شويه ديال التوابل ديال الدجاج والزعتر، يمكن لكم توضعوا التوابل اللي كتبغيو. هنا وضعت الفلفله حمراء وخضراء وصفراء، ديروا الفلفله اللي متوفره عندكم فقط اللون. وضعت هنايا الذره والقليل من الطماطم، يمكن لكم ديروا الطماطم المصبره، انا درت صوص طوماط عاديه. كناخذوا الخبز ديالنا هكا وكنبداو نقطعوه دويرات صغيورين كيف كتشوفوا، باش يتناولينا القياس اللي بغيتو قطعوه. خديت انايا هنايا المول ديال لي كيش اولا ديال لي مافن، وقلبته كيف كتشوفوا، قلبته وباش جاتني هكا ممدوده. كاينين كيتباعوا واحد القريرصات نيت صغيورين كيداروا لهاد العمليه، ولكن انا ما عنديش، فدرت هاد العمليه جاتني مزيانه. عمرت بالحشوه، ومن بعد من الفوق درت الجبن ديال الموتزاريلا، غندخلهم الفران راه دغيا دغيا كيتحمروا، فقط ياخذوا شويه ديال اللون كيف كتشوفوا على هذا الشكل، وكيشدوا في راسهم وكتخرجوهم بالصحه والراحه، كيجيو هائلين هادو ديال الدجاج. الاخرى غنوضعوا شويه ديال زيت الزيتون، غنوضعوا البصل مقطع رقيق بزاف، نزيدوا عليه شويه ديال الثومه، نخليهم يتشحروا واحد شويه. هنا وضعت الفلفله خضراء وحمراء وصفراء مقطعين رقاق، حتى كيدبلوا مزيان عاد كنوضعوا الطون، حك ديال الطون يكون مصفي، وشويه الملح وشويه البزار وشويه الزعتر. الا بغيتو توضعوا الربيع وضعوا الربيع، لكم الاختيار. هنا في الجبانيه غادي ندير جوج ديال البيضات، شويه ديال الحليب، وشويه ديال الكريمه. يمكن لكم توضعوا فقط الحليب اولا الكريمه بوحديتها. درت الملح والبزار، وغادي نحك شويه ديال الكوزه فوق منهم. بالنسبه لهذا الخليط ديروا على حسب القياس اللي عندكم. كناخذوا هذوك الدويبرات اللي سبق وقطعناهم، كنوضعوهم دابا في المول على وجهه، وكنبداو نديروا العماره. من الاحسن المول دهنوه بشويه ديال الزيت اولا الزبده،
باش ما ينسقوش ليكم. هنا هذه حشوه واحده اخرى فقط لزيبينار مقطع طري يعني ما طايبش، وزدت عليه الاجبان وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار كيف كتشوفوا، زدت الموتزاريلا وزدت شويه ديال الجبن الابيض، كتجي الحشوه زوينه بزاف، يمكن لكم تستعملوها في اي حاجه بغيتوا. عمرت الحشوه ديالي ومن بعد ضفت هذاك الخليط ديال البيض والحليب ولا كريم، وكنديروا من الفوق شويه ديال الجبن كيف كتشوفوا، راه ساهله بزاف. كندخلوها الفران باش تحمر لينا. انايا مع البريباراسيون الاخرى نسيتها حتى توطات لي شويه من التحت، ولكن ما تحرقاتش فقط خدات لون اكثر كيف كتشوفوا. الحشوه ديال الكاسيديه كناخذوا مقله كنوضعوا فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال البصله مقطع رقيق مع الثومه، كنخليوها واحد شويه حتى كتدبل مزيان، وكنوضعوا الفلفل الاحمر فقط كنحركوه مزيان حتى كيبدا يطيب لينا، وكنوضعوا الكفته. بالنسبه للكفته انا عندي الكفته كندير لها القوام ديالها، راه ديجا كنت شاركتها معكم شحال هادي ما كتخطانيش، ديما كندير لها القوام كتجي بنينه بزاف. الا ما كانش عندكم بالقوام فديروا بزاف ديال ديروا القوام عادي ديال الكفته، انا فقط كسفيت بشويه ديال الزعتر. وضفت هنايا الفلفل الحار، هنا درت معلقه صغيره ديال مركز الطماطم مصوبه نيت في الدار الا بغيتوا ديروا غير صلصه الطماطم عاديه، وضفت شويه ديال الماء وغادي نخليهم واحد شويه حتى طيب لينا الحشوه ديالنا، وهي واجده. المقله اللي غنطيبوا فيها الكاسيديه ديالنا، كناخذوا هذاك الخبز ديال التورتيه كنديروا فيه شويه ديال زيت الزيتون، وكنحاولوا ندهنوه مزيان وكنقلبوا الجهه المدهونه هي التحتانيه. وضعت هنا جبن ديال التشيدار ودرت شويه ديال الموتزاريلا، وضفت هذيك الحشوه ديال الكفته ديالنا، من بعد الفوق موتزاريلا وسديتها كيف كتشوفوا حداها باش ما نضيعش البلاصه. درت واحده اخرى باش يطيبوا بجوجهم دقه واحده. غتخليوها حتى تحمر من جوج ديال الجوانب، ومن بعد غادي تهزوها وديك الساعه تقطعوها على القياس اللي بغيتو. فعلا كتجي زوينه بزاف لذيذه وسهله ما كتاخذش الوقت بزاف. الحشوه يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتو. الا ملي كنت كنقطع غالبا غتضوا البال غتقول وهداك الشيء اللي شاط فين غديرو، غتلوحوا؟ لا ما غنلوحوش، الضايع ما كيبغيش الله. كيف كتشوفوا انا غادي نقطعهم هكا وغادي نديرهم شيبس. المهم هذا الشيء درتو حتى المور الفطور، حتى فطرت على خاطري ونط صوبته، ما كفانيش هذوك اللي شاطوا ليا، فدرت جوج ديال الوريقات يعني باش يكون الكميه كثيره. غادي نصاوب دوريتوس ديال الدار كيجي زوين وبنين صراحه، جديد بزاف كيف كتشوفوا. حاولت نقطعو هكا مثلثات، واخا دوك الطريفات اللي شاطو ليا ما خرجوش ليا يعني في الشكل مزيان، ولكن المذاق راه كلشي غيجي مزيان. كبيره كنوضعو معلقه كبيره من مركز الطماطم، وكنضيف ليها شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاحمر تحميره، شويه ديال الفلفله حاره اللي ما بغاش الحار ما يضيفهاش، وشويه ديال الكمون. هنا غادي نضيف ثوم بودره، اللي عندكم حتى البصل بودره كيجي هائل، ما كانش عندي. ضفت هنايا الزعتره، ومن بعد غادي نضيف الزعتر، ندير وحده فيهم يا الزعتر يا الزعتره، كانوا عندي انا بجوج فضفتهم كيعجبني النكهه ديالهم. هنا ضفت الدقيق ديال الذره، الدقيق ديال الذره تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبارين عامرين كيف كتشوفوا، القليل من زيت الزيتون غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد غادي نحركوه بالماء تقريبا غير واحد نص كاس ديال الماء كيف كتشوفوا. نحركوا العناصر مزيان حتى يندمجوا. ناخذ واحد البصله تكون غير صغيره ونحكوها مزيان، نصفيو البصله مزيان، نديروا فقط الماء ديالها ماشي البصله، غير الماء نحاولوا نعصروه مزيان مزيان ونضيفوه لهذاك الخليط ونحركوه عاوتاني مزيان. ثم كنجيبوا هذاك الخبز ديال التورتيه اللي قسمناه كيف كتشوفوا، وكنغطسوه في هذاك المكونات كاملين، وكنبداو نستفوه في اللاطه. من الاحسن لاطه نديروا فيها الورق هذا ديال الطياب باش ما تلصقش لينا، حاولوا تباعدوهم باش ما يلصقوش ليكم.
يعني باش يبقاو مفرزين ليكم، وكندخلهم الفران على درجه حراره متوسطه حتى يبان تحمروا، عاد نخرجوهم ما كياخذوش الوقت حتى هما بزاف، دغيا دغيا كيتحمروا وكيجيو مقرمشين وزوينين بزاف، غادي يعجبوكم ويعجبو حتى الوليدات الصغار. انا صراحه حمقوني، خاصكم تجربوهم. الصفات ديالنا سلا، ونتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم الافكار ديالهم. كنشكركم بزاف على المشاهده، والى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.